يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دعا بهذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فقال له صاحبه: بل قل وذريتي. فهل من هنا لبيان الجنس أو للتغيير؟ إذا جاء بالآية يأتي بلفظها، ما يغيرها. إذا جاء بالآية يأتي بها بلفظها ولا يغيرها. أما إذا دعا بلفظ من عنده فلا بأس. نعم.